تنديدا بالقرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس ومناصرة لمسيرة العودة من أجل التحرير والتمسك بعروبة القدس، واحتجاجا على مواقف الأنظمة العربية تجاه القضية الفلسطينية، نظم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بمشاركة فرعي صفاقس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين بصفاقس وقفة احتجاجية أمام الولاية داعين لسن قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. مكونات مجتمع مدني في صفاقس، المحامين، الاتحادين النقابيين، الرابطة والحقوقيين وكافة المناضلين بصفاقس، أن صفاقس وأن تونس وأن الشعب العربي في تونس لن يقبل بمثل هذه الممارسات ولن يقبل بمواصلة هذا التطبيع مع العدو الصهيوني. نحن نطالب اليوم على الأقل بموقف رسمي حقيقي، برسالة حقيقية في إدانة الجرائم، بإصدار قانون يجرم التطبيع. مواقف الدول العربية مواقف اعتدناها، مواقف العربية، مواقف الأنظمة العربية هي مواقف مخجلة لا ترتقي إلى مواقف شعوبهم، وأنا يهمني في الإطار موقف الحكومة التونسية اللي ما يرتقيش إلى ما يختزله الضمير الجمعي للشعب التونسي من تعلق بالقضية الفلسطينية وإصراره على خيار المقاومة حتى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. تشوفوا اليوم هذوما أحرار وحراير الشعب التونسي، هم طليعة الشعب التونسي وهم يعبروا على ما يختزله الشعب التونسي من تبني لخيار القضية الفلسطينية. مطالب معناها أهم معناها التطبيع، تجريم التطبيع، وزيد الأنظمة معناها العربية ظهرت بكل يعني وضوح أن أنظمة كلها منبطحة، يعني الشعب هو اللي قاعد معناها يعبر والأنظمة غير موجودة معناها.